اليوم 28 فبراير 2021 نجسد وقفة أخرى للمطالبة بحقنا وبمطلبنا الوحيد وهو ترقية استثنائية مباشرة للدرجة الأولى لكل من قضى 14 سنة أقدمية عامة ممثلة بخريجي السلم العاشر والذين سيقضون على أقصى تقدير 14 سنة أقدمية عامة للمرور إلى الدرجة الأولى. نشير ونؤكد أن هناك أفواج 95 و96 و97 قد تضررت من مرسوم 2011 بمعنى أنه تمت قرصنة سنوات بالنسبة لهم للمرور إلى الدرجة الثانية حيث تمت ترقيتهم للدرجة الثانية كما ذكرت بعد مرور 15 و16 و17 سنة أقدمية عامة. كذلك هناك مرسوم 2011 والذي تضررت منه بعض الفئات أو بعض الأفواج بحيث تم إقصاء أفواج ما بين 95 و2005 منها من إضافة 4 سنوات جزافية في حين أن هناك أفواج استفادت أو أفواج استفادت من هذه ال4 سنوات مما أدى إلى ترقيتهم إلى الدرجة الثانية بعد مرور 6 سنوات فقط من الأقدمية العامة. نشير أيضا بأن خريجي السلم التاسع قد تضرروا من تعييناتهم التي وافقت أو توازت مع تعميم التعليم بالمغرب والذي ساهم في عدم متابعة دراساتهم الجامعية وبالتالي إقصائهم من العديد من المباريات. أيضا نقدم شكرنا وامتناننا لجميع الأطر النقابية والهيئات الحقوقية والمدنية وكذلك المنابر الإعلامية والفرق البرلمانية التي تسعى بكل جهد وتفان من أجل دعم ملفنا والتعجيل بحلحلته. نعلن أيضا تضامننا المطلق مع كل الفئات فئات التعليم الأخرى والتي تعاني مجموعة من المشاكل كما كان ضحايا النظامين كذلك الأطر الإدارية حملت الشواهد الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد وفئات أخرى. هذه الوقفة الثالثة كنعبروا فيها على صوتنا وعلى مطلبنا الله مشروط باش تكون عندنا حنا معادلة بخريجي السلم العاشر اللي كيدوزوا 14 عام وكيترقاو 11 وحنا قعدنا 26 عام ما عمرنا ترقينا وكنطلبوا بترقية استثنائية بأطر جهيماتي وإداري لجميع الإخوة اللي مزنزانين في هذه الزنزانة هذه وحنا عازمين على نضالنا بوقفة أخرى إن شاء الله في الرباط إن شاء الله 15 مارس كما استطعنا نوصلوا صوتنا للبرلمان ومجلس المشاريع بأسئلة شفوية للوزير غنحاولوا نوصلوا صوتنا ان شاء الله في الرباط ان شاء الله تعالى وكما كتلاحظوا هذه الوقفه كاينه في الجهات 12 اللي كاينه في المغرب اليوم وكما كتشوفوا الجماهير راهم راه كينادوا بالتقيه استثنائيه وحنا ما غنوقفوش على هذا الامر هذا باضرابات واعتصامات ووقفات حجاجه حتى نوصلوا للمطلب ديالنا اللي هو تقيه استثنائيه باطر جهيماتي واداري السلم 11.